مرسى علم مدينة كان نفسي زورها من زمان، كنت بشوفها في الصور والفيديوهات، ودايما كانت أكتر حاجة بتشدني ليها هو البحر وجمال ميتها. ولما رحت شفت حاجات ما كنتش متخيل أصلا أنها موجودة في المية، وشفت عالم تاني تحت المية. أهلا بكم مرسى علم. أكتر حاجة بتميز مرسى علم هو نقاء البحر واللون الأزرق الفاتح اللي في المية، وده يمكن بيخليها من أهم الأماكن اللي ممكن تعمل فيها أنشطة مائية. صباح الخير، أنا وسلم، شرفنا كريم. أنا اسمي مصطفى إبراهيم، مدرب باتس. هنطلع النهاردة مع بعض زي ما أنت أمرت، دولفين هاوس. هننزل المية، هيبقى ماسكك على وشك والسنوركل في بقك، ماسك الماسك عشان ما يعرفش منك وانت بتنط الباك رول تكنيك، لابس الزعانف، الرايز بتاع المركب هيعد 1 2 3 جامب، هننط باك رول. احنا دلوقتي وصلنا شعب صمداي، المفروض ده المكان اللي بيبقى موجود فيه الدولفينز. طبعا يعني لسه ما شفناهمش لحد دلوقتي، منتظرين يظهروا. دي طبعا حاجه ليها علاقه بالطبيعه، فانت مش تيجي ضامن ان انت تشوفهم، بس يعني في اغلبيه الوقت هم يعني المفروض موجودين في المنطقه دي. فخلينا نشوف بقى، ننتظر لحد ما يجوا. المفروض ان احنا هنا واقفين بره المحميه، المفروض اخر البوت اللي شايفين النقطه البيضاء دي، الكره البيضاء دي، ده اخر البوت. والبرتقاني اللي هناك دي مش عارف شايفينها ولا لا، ده اخر العوم. لو حد هينزل سنوركلينج او حاجه يبقى اخره الحدود بتاعته البرتقاني اللي هناك ده. احنا دلوقتي اهو يعني شفناهم فتحركنا قدام شويه، دلوقتي احنا برده لسه اخرنا الحدود البيضاء اهي. هم هنا اهم، بصوا دخلوا خلاص على البرتقاني، مش عارف شايفينهم ولا لا، بس هم وصلوا بالسلام. الحمد لله على السلام، منورين. هم غالبا بيشوفوا البوت او حاجه ويجوا. هم هنا اهم، شايفين اهو. تعال تعال اهو اهو، مش عارف اجيبهم منين ولا ايه ولا دي ايه اهو. طبعا احنا طبعا لازم نلبس لايف جاكيت، ما ينفعش تنزل هنا من غير لايف جاكيت. انا شخصيا ما فضلتش، بس ده قانون فما ينفعش، لازم نلتزم. الفضاء بشرية. خلاص خلصنا، عمنا مع الدولفين وهنودعهم بقى ونمشي. يعني كانت تجربة تستحق العناء، ان انت تخش البحر وتيجي عشان تقوم مع الدولفين وتشوفهم كده قدامك على طبيعتهم. ايوه بقى، لا ويدينا سلامه، يعني عايم على ظهره وبيسلم. خرجنا في رحلة للبحث عن حيوان الدوجونج. حيوان الدوجونج من الثدييات البحرية، أو زي ما بتقال عليه بقرة البحر. بيأكل حوالي 40 كيلو من أعشاب البحر، وده اللي بيخلي حجمه كبير ووزنه بيتراوح ما بين 300 كيلو ل 900 كيلو. كان بالنسبة لي مفاجأة الصراحة أن يشوفه، خصوصا أن حجمه كبير جدا وأي حد يقدر يقرب منه. وبتستمتع أنك بتشوف كائن مفيش منه كتير، أو بمعنى أصح الأعداد اللي موجودة منه في العالم دلوقتي قليلة. ما كانش ينفع اروح مرسى علم وما قابلش حد من اقدم الناس في مرسى علم، واحد من مؤسسين النشاط البحري والغوص فيها، حسام حلمي. امتى حضرتك جيت مرسى علم؟ اول مره جيت مرسى علم كان سنه 1964، كان الوالد كان قائد قوات حرس الحدود في مصر، وجابني بقى صغير كده، كان عندي 12 13 سنه، جابني مع البحر الاحمر، وكان دي اول مره اتعرف على البحر الاحمر. ده الكلام ده 64، انا جيت هنا سنه 88، ومن 88 ما خرجتش لغايه لما احنا قاعدين كده مع بعض.
جمال مكتب الرسوم، بيبقى فيه بقى مكان هم حاطين لك فيه اغلبيه الحاجات اللي موجوده هنا في البحر الاحمر بس متحنطه. يعني دي مثلا ظهر السلحفه، ظهر السلحفه العادي احنا بنشوفه من الناحيه دي، يعني عمرنا بقى ما تخيلنا من جوه عامل ازاي. ده ظهر السلحفه من جوه، شايفين فيه عمود فقري وحاجه مختلفه. انا اول مره الصراحه اشوف سلحفه من جوه. بيبي شارك طبعا احنا عارفينه بقى من الاغاني، بيبي شارك هو ده، شارك صغير. ده تعبان المورينو. كل دي طبعا حاجات موجوده هنا في البحر الاحمر، اللي هيختص واللي بيعمل سنوركلينج هيقدر ممكن ان هو يشوف بعض الحاجات دي. غالبا في حاجات مش هتشوفها في السنوركلينج لان هي بتبقى تحت، فمش هتشوفها لما تختص، بس يعني ان شاء الله نحاول نشوف بعض الحاجات دي لما ننزل الميه. دلوقتي بعد ما مشينا شويه حلوين، دلوقتي احنا داخل شجره المنجروف. عشان توصل للشجره دي بتمشي في المايه يعني مسافه لطيفه، بس عادي انا طبعا ما كنتش عامل حسابي فشمرت البنطلون واديتها. شجره المنجروف، المكان ده في محميه وادي الجمال، المنطقه اسمها الجولعان. المنجروف ده جماعه يتميز بوظيفتين، طيور المهاجره اغلبيتها بتعمل الرست بتاعها عليه، ان هو بيطلع لنا فلتر بيدينا الميه الحلوه. الفرع بتاعه بيتكون من الملح بتاع البحر اصلا، يعني ده بتنمو في ميه مالحه، دي اساسها ميه بحر. انا شخصيا يعني اللي شايفه مختلف جدا في مرسى علم، يعني المياه نفسها لما تيجي تشوفها نقيه جدا وكلير. انا في اماكن كتير روحتها ما فيهاش النقاء ده، وان المياه تبقى شايف تحت وكل حاجه، ده ما شفتوش في اماكن كتير. كل الاخطاء اللي حصلت في الشمال وكل الاخطاء اللي حصلت في جميع البحار والمحيطات في العالم تم تجنبها تماما في جنوب البحر الاحمر. ما عندناش حد حفر في الشعب، ما عندناش حد ردم الشعب، ما عندناش حد بنى فوق الشعب، ما عندناش الكلام ده خالص. يعني كنا في غاية الحزم وفي غاية الدقة وفي غاية القوة في التعامل مع أي حد يعمل أي مخالفة بيئية، وده شيء يعني هيحافظ على المعطيات الطبيعية اللي ربنا أنعم علينا بيها دي، هيحافظ عليها للأجيال اللي بعدينا واللي بعدينا يقدروا يتمتعوا بيها ويحافظوا عليها ويكون مصدر إنكم ليهم وللبلد. يعني من الحاجات اللي اكتشفتها في مرسى علم بجانب جمال ميتها هم اهل البلد اللي لسه متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم، العبابده. العبابده يعتبر يعني قريبين شويه من اهل سيوه، لان هم بصوا عندهم هنا قبائل وشيوخ القبائل، وفي الخلافات بيلجأوا للشيوخ عشان يحكموا بينهم ويصنعوا القرار. نفس الموضوع ده كان في سيوه بالظبط، المشاكل بتتحل عن طريق شيوخ القبائل. عندك كم سنه؟ مواليد 82. كتير ايه يا باشا، انت لسه صغير. لا 82 ده يعني حاجه و30. ايوه في ناس اكبر مني. ايوه بس فين ابواتنا وفين ده جد احنا ما جيناش اصلا. ايوه يعني انت اتولدت هنا؟ ايوه هنا مواليد. يعني بقالك حاجه و30 سنه عايش هنا. ايه قصه الجبنه دي؟ جبنه دي بن بس بتحمس على بتاع المحماس ده ويتدقى مع الجنزبيل. يعني بن ده بتاع السودان ده؟ بن بتاع السودان. وبتعمليه بقى الفحم؟ بنعمل الفحم. دي بقى مشهوره هنا في مرسى علم؟ اي مشهوره قوي هنا. القهوه الايه؟ الجبنه. خلينا بقى نجرب القهوة الجبنة. جبنة صح كده اسمه ولا صح؟ ماشي. مية مية، قهوة قوية وكلها حنية. الناس اللي بتحب القهوة غالبا يعني هتعجبها اول القهوة دي، فيها مذاق القهوة الأصيل.
بالنسبة للبدو اللي عايشين هنا في الصحراء الشرقية أو مرسى علم والغردقة وسفاجة والجنوب، احنا عندنا ثلاث جبائل عايشين هنا مش قبيلة واحدة. الجبائل اللي عندنا هنا غير البدو بتوع شرم الشيخ وسينا، في هنا عيال عمهم اللي هم العرب معازة، ودول عايشين في الجزء الشمالي هنا من البحر الأحمر. وفي تاني جبائل زي العبابدة مثلا، العبابدة دول أهل الزبير بن العوام، وفي البشرية. بالنسبة للعبابدة أو البشرية أو عرب معازة، فحياتهم بتكون في الجبل في الصحراء زي كده، بيوتهم بتكب عشة بعشة بالبلدي. بالنسبة للمية أو الأكل أو الشرب أو الحياة هنا، فهي صعبة شوية، بس حياتهم هنا شبه بدائية. بمعنى المية هنا في مياه أبار، بس دي مش بتشرب منها، دي بتجي للحيوانات اللي هنا، تمام، زي الجمال والماعز. المية اللي بيشربوها بيسافروا المدينة بيجيبوا المية بتاعتهم والأكل والشرب ويرجعوا هنا. بالنسبة للغنم اللي عندهم، فده هنا اسمه الكرامة. الكرامة ده مش للبيع، هو بيخلوه عندهم بيحفظوه ليهم، للي يعني لما حد يجي ضيف عندهم أو فده الكرامة بتاعتهم. أنا بعمل الجبوري، معناها العيش البدوي. العجينة دي مية ودقيق وملح بس، دي اسمها الجبوري باللغة العبادية إن شاء الله. بعد ما نفرد العجينة نفج النار دي كده، نشيل الجمر ده. فضي الأرض، يعني الأرض خلاص سخنت دلوقتي. الأرض سخنت، بتحط الأرض كده، يفضل يقعد الأرض كده على طول. طالما الأرض سخنة تمام، أهم حاجة الأرض تكون سخنة. بعد كده نبدأ نفرد الفحم بحيث إن الأرض إيه تنشف العجينة. بعد كده ترجع ديها شوية تراب، من غير ده تعملش القبوري، مستحيل. كده الجنب ده استوى إن شاء الله، نشيل الرمل نعمل له كده حاجة بسيطة. بتنظفه انت؟ نجرب بقى العيش البجوري. طبعا اللي بيتفرج دلوقتي هو مستغرب زي بالظبط ان العيش ده دخل في الرمل واتحط عليه حطب ونار وكلام من ده، وتقول ازاي يعني هيتاكل، وهل طعمه هيبقى عامل ازاي بعد ما خرج. فخلينا نجرب ونشوف. هو اولا يعني سميك جدا، يعني مليان عجين من جوه، والراجل ما استناش وياكل، فانا ناكل احنا كمان. انت ده ممكن تاكله لوحده تشبع، يعني مش عايز حاجه تانية معاه. لا الحمد لله تمام. انت بتقول بقى ده انتوا احيانا بتاكلوه باللبن، يعني تجيبوا لبن وتغمسوا بيه، هو ده وجبه لوحده، عامل زي التجلن فيه بيلكم، بيجيب من الاخر والله، بيخش يسد الجوع. عارف ده في رمضان على الفطار طبعا لازم تتسحر بيه. اي تاني يوم ما تجوعش، لا تجوع حاجة، ها اليوم طويل. الغريب بقى في الامر ان انا مش حاسس باي رمل او اي حاجة. انا الصراحة بأمانة يعني كنت متخيل ان احس بالرمل. فين الرمل؟ لا هو انا مش حاسس بيه، يعني مفيش رمل. انا وانا واقف وبتفرج عليكم انت بتعمله، متخيل ان انا وانا باكله هحس برمل في بقي، مفيش حاجة. بما اني بحب الغطس طبعا ما كانش ينفع اكون موجود في مرسى علم وما اغطسش واشوف جمال المياه من تحت. مرسى علم عجبتكم. انا بالنسبه لي يعني تجربه تستحق ان الواحد يجي لها المشوار، يعني هي مشوار طويل ولكن من اجمل الاماكن اللي انا شخصيا زرتها.
اجمل ميه انا شفتها لحد دلوقتي في مصر. الناس اللي بتحب الغطس، الناس اللي بتحب السنوركلينج، الناس اللي بتحب الاكتيفيتيز اللي ليها علاقه بالميه هيستمتعوا جدا في مرسى علم. شكرا جدا لاهل مرسى علم، ناس جامدين جدا، وشكر خاص لكل واحد كان ساعد في الفيديو ان هو يطلع ويطلع بالصوره اللي انتوا شفتوها دي. اول حد احب اشكره هو ابراهيم حمدي، يعني اي شوت تحت الميه هو اتصور عن طريق الراجل ده، الراجل ده تعب معايا جدا في التصوير. شكرا جدا لابراهيم، شكرا لمرسى علم هوليداي، الناس دي برضو ساعدتني في ان انا اتنقل من مكان لمكان. اغلبيه الاماكن في مرسى علم محتاجه عربيه، ما ينفعش تتحرك من غير عربيه، فشكرا لمرسى علم هوليداي، وشكرا لمرسى شجره وكل العاملين في مرسى شجره، من اجمد الدايفنج سنترز اللي موجوده يعني في البحر الاحمر، وطبعا بيملكها مستر حسام حلمي اللي كان ضيفنا النهارده في الفيديو. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. احمد يبقى جده مستر حسام، وناوي الفتره الجايه يعمل فلوجز عالميه صح؟ مرسى علم، هيصور بقى حاجات في الجبال ويطلع وينزل وكده، فخشوا على قناته وتابعوه. توعدنا ان احنا نعمل شغل عليه طبعا. ماشي.